بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مع الأسف الشديد عندما تسمع بعض المبلغين يتفوهون بكلمات، وليس الكل، يتفوهون بكلمات تفسيرية لبعض أحاديث أهل البيت عليهم السلام من دون الرجوع إلى علمائنا الأعلام، مراجعنا العظام، ويتحدثون يعني من قبل أنفسهم. لا أعرف هل هناك غايات يعني نفسية، عقد نفسية مع الأسف الشديد مثلا لديهم، ليس الكل وإنما البعض من المبلغين من المتدينين. ومن تلك الأحاديث التي يرونها ويحثون عليها الآخرين بأن المرأة لا تملك، المرأة لا تملك أي شيء. لذلك عندما تريد أن تشتري شيئا لا تجعل هذا الشيء لها، لا تملكها هذا الشيء، اجعله دائما وأبدا تحت ملكك. سيارة، محل، بيت، إلى غير ذلك. المرأة لا تملك، ما يصير تخلي شيء باسمها إطلاقا، ما يصير. لأن النبي صلى الله عليه وآله كما يدعي هو يقول بأن المرأة لا تملك. نعم، الإمام علي عليه السلام قال: إذا استطعت أن تجعل المرأة لا تتكلف أو تتكفل إلا نفسها فافعل، أو إنها لا تملك إلا زمام نفسها فافعل. أي بمعنى بأن المرأة ريحانة، المرأة شيء لطيف وظريف وتتأذى فورا. لذلك المرأة من باب احترام الإمام علي عليه السلام لها قال له: إذا استطعت أنت أن تتكلف وتتكفل بما تملك فافعل. ربما هي تملك تجارة، تملك بيت إيجار، تملك محلات عمارة إلى غير ذلك، افعل أنت وقم بإدارة هذه الأمور واجعلها يعني لا تملك إلا نفسها ولا تتولى إلا أمورها إلى غير ذلك، لكي تبقى محافظة على نظارتها وعلى شبابها وعلى سعادتها وانطلاقها. وهذا أمر أخلاقي يعني، ولكن هذا لا يعني أبدا كما يقول فلان من المبلغين بأنه لا، المرأة لا تملك، أي أنها لا تشتري لها شيئا وتجعله في يعني باسمها بالقانون. مع الأسف الشديد يعني ما لا أعرف لماذا بعض المبلغين عندما أجلس معهم، وليس الكل، بعض المتدين لديهم عقدة جاهلية ما زالت من المرأة، استحقار المرأة، تقليل شأن المرأة، لا أعرف لماذا. على كل الأحوال، وهذه القضية قضية أموية. عندما جاءت فاطمة عليها السلام وقالت للخليفة الثاني بأني أريد أرض، أو عفوا للخليفة الأول بأني أريد أرض فدك، فداك أرض ملكني إياها أبي رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا بالخليفة الأول يقول بأن المرأة لا تملك، المرأة لا تورث، أولاد الأنبياء لا يورثون أو لا يرثون شيئا. من هنا بدأت القضية، استحقار المرأة، وصولا إلى غايات عقائدية. بدأوا بفاطمة عليها السلام، وسلبوا منها ما ملكه إياه النبي صلى الله عليه وآله، أرض فداك. وبدأت تنتشر هذه الأحاديث وتأويل الأحاديث بشكل غير صحيح. المرأة لا يعني لا تملك إلا نفسها، المرأة لا يعني المرأة لا تورث شيء إلى غير ذلك من أبيها، أولاد الأنبياء لا يورثون شيء، لا يرثون شيئا، والأنبياء لا يورثون أولادهم شيئا إلى غير ذلك. مع الأسف يعني عتابي على بعض المبلغين المحسوبين على مذهب أهل البيت عليهم السلام، كيف وصل إليهم الإسلام الأموي؟ على كل الأحوال فالقضية جدا مشهورة، كيف المرأة لا يعني لا تملك؟ وفاطمة عليه السلام أول من سلب حقها واغتصب حقها بأرض فداك. هذا الإسلام الأموي يقول ذلك، وليس الإسلام المحمدي والعلوي الأصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية
ونرجو من بعض المبلغين أن يدرسوا بشكل جيد وأن يرجعوا إلى علمائنا الأعلام في فهم هذه الأمور. برنامج صباحات ولا أيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.